وأنا حبيت وحدي وفشلت العلاقة، ضلنا مشاعرنا تركينا بالماضي وضلنا نرجع للماضي لناخد نفس المشاعر، بتروح بتدور على نفس المواصفات ولكن أنت تغيرت. تعلقت هناك زي كأنه تجمد جزء منك بهذا المكان، بهاي التروما أو بهاي العواطف. الحل أروح على هاي المناطق عاطفياً، أرجع أتعامل معاها من منظور الماتشوريتي اللي أنا فيها. أنا بتذكر شخصياً كانت الإشي الكبير اللي عندي إياها أو المشكلة الكبيرة عندي إياها أحس إنه الناس ما بتحترمني. اللي سويته قررت أكون أنا زي كوتش لتينيجر تاعي، يعني أرجع معه وأقعد معه أقول له أوكي أنت بالمدرسة هذا الموقف صار، شو نساوي أنا وياك؟ طب شو رأيك تحكي لا؟ طب شو رأيك تحط حدود؟ بلش هو يتعلم، بلش هو يتطور، بلش هو يتصرف بطريقة غير، فكأنه الماضي تاعي بلش يتغير. فالمعطيات الموجودة بالماضي بلشت تفيد معطيات مختلفة للحاضر تاعي.